ابن خالتي والدته تدعي عليه كثيرا، منها الجيد ومنها السيء، والسيء أكثر، علما أنه ليس عاقل أمه. فهل يستجيب الله لهذه الدعوات؟ الآباء والأمهات لا أحد يدعو على أولادهم، الأمر صعب جدا، نحن نخشى أن توافق ساعة إجابة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، ولا تدعوا على خدمكم أن تصيب ساعة إجابة. فنصيحة يا أباء وأمهات، لا تدعوا. وأنتوا يا أولاد كمان شباب، أنت لا تستفز والدك ووالدتك بحيث ما عاد يملك طاقة إلا أن يدعو. طيب هلأ الله بيستجب له؟ الله عز النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، واحدة منهم دعاء الوالد على ولده أو يعني وله، مستجاب هذا طبعا، إلا إن كان الأب ظالما، إلا إن كانت الأم ظالمة. مين بيعرف أنه ظالم أو ظالمة؟ الله بيعلم. فما بعرف ابن خالتك شو يعني، هل هو يستوجب أو لا يستوجب؟ بس أنتوا ديروا بالكم يا شباب، والله شايف يعني كل دراستك وكل عملك، من خاف لا سمح الله إذا انقهرت أمك منك أو أبوك، توقع حالك بحرج صعب. وأنا والله رأيت، وكل واحد بيناتكم بس يصير عمره 40 سنة الله حيكون مرر عليه ورأى بعيني. أنا رأيت شبابا دعا عليهم آباؤهم أو أمهاتهم ورأيت آخرتهم. فيا شباب الأمر ليس مزاحا، لا تزعل أمك، لا تزعل أبوك. وأنتم أيها الآباء والأمهات يعني رفقا بأولادكم، ما بسركم لا سمح الله ابنك يصل إلى هذه المراحل.